في إطار الأنشطة الاجتماعية والتربوية نظمت بثانوية مولاي يوسف التأهيلية بالرباط حملة طبية لفائدة تلميذات وتلاميذ وأساتذة وإداريي الثانوية، وتضمنت هذه الحملة الطبية إجراء فحوصات للعيون وتحاليل لافتحاص مرض الفيروس الكبدي من نوع باء وسين وداء السكري والأمراض الجلدية والحساسية. هذه الحملة الطبية تتهم فحص العيون، تتهم كذلك افتحاص الكبد باء والسي، وكذلك فحص داء السكري، وكذلك أمراض الجلدية والحساسية، وكل ما تيهم التلميذ والأستاذ على حد سواء. بطبيعة الحال كيف ما تتشوفوا السادة الأطباء اللي منخرطين في إطار جمعية العمل الاستعجالي قايمين بالدور ديالهم النبيل على أحسن وجه، وتلاميذ تاهما منخرطين معنا في هذه الحملة، والحمد لله الأمور كلها تسير على ما يرام. قمنا بهذا اليوم الطبي خصصنا لهنا التلاميذ ديال المؤسسة، فاحنا في قسم طب العيون هنا قمنا بتشخيص سورتو الامراض ديال العيون، امراض قصر النظر هنا سورتو عند لي زيتوديون، وكذلك تشخيص ديال بعض الامراض اللي كتكون بلو فريكونت سورتو لو ديابيت لي كومبليكاسيون ديالو، وكذلك بعض امراض ديال الضغط ديال العيون اللي كيكون حتى هو كذلك خصنا نقلبوا عليه. فكنظن بانه هذه بادره مزيانه، لانه بعض التلاميذ كيقدروا كيكونوا كيعانيوا من بعض الامراض وما كيتمش التشخيص ديالها، فهذا يوم يعني كنحاولوا تشخصوا، لان التلاميذ ديالهم دائما كيكونوا كيستعملوا سيرتو الاجهزه الالكترونيه بزاف، فداك الشيء كيكون حتى هو عند تاثير على العيون. كنعطيهم بعض النصائح، وكاين تلاميذ اللي استفدوا من ان عطيناهم العبار ديال بوغ لي لونيت. الحملة المنظمة بمبادرة جمعية آباء وأولياء تلاميذ ثانوية مولاي يوسف التأهيلية بشراكة مع جمعية العمل الاستعجالي وإدارة المؤسسة أشرف عليها العديد من الأطباء والأخصائيين في مجال الصحة، مما مكن تلاميذ وأساتذة وأطر ثانوية مولاي يوسف من الاستفادة من هذه الحملة الطبية النموذجية. هذا العمل هو عمل ينظر إلى المدى البعيد، حيث أن التلميذ يجب أن يكون تلميذاً ذو صحة جيدة سليماً، وإذا كانت هناك بعض الحالات يتم الكشف عنها من طرف الأطباء المختصين، ويتم إنجاز وصفة الدواء لهذه الحالات. وشاركت في هاد الحملة الطبية اللي داروها جمعية أولياء الأمور والآباء، ومع شراكة مع الإدارة ديال ليسي ديالنا وجمعية العمل الاستعجالي اللي كتضمن الفحص الطبي ديال العيون وديال الهباتيت سي والهباتيت بي ومرض السكري، واستفدت بزاف بهاد التجربة، وكاع التلامذ استفدوا، وكنشكروا بزاف على اللي ساهرين على هذا العمل. هذا وقد لقيت هذه المبادرة الإيجابية التي شهدت إقبالا مكثفا من قبل المستفيدين استحسانا من طرف الآباء والتلاميذ والطاقم الإداري والتربوي بثانوية مولاي يوسف التأهيلية بالرباط.